على أنغام النشيد الوطني وما يحيل إليه من رمزية الانتماء والتعلق بالأرض، انطلقت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان جرو للثقافة والتراث التي تأتي تكريسا وتأكيدا للأهداف العامة للمهرجان في نسختيه الأولى والثانية، والرامية في مجملها إلى تزمين تراث المنطقة العلمي والحضاري ولفت الانتباه إلى دورها التنموي. نحن في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ندعم ونعلي من شأن كل جهد ثقافي وتراثي يثري الساحة الثقافية ويعزز قيم المواطنة ويدعم التوجيهات الإصلاحية الكبرى لصاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني التي أطلقها في خطاب ودانا وفي ميثاق جول، والتي تأخذ بعدها وصداها من خلال هذه المنابر والملتقيات. لذلك ندعم هذه المهرجانات ونقدر دورها ونستثمر في منصاتها لخلق تفاعل ثقافي وتواصل مجتمعي ولتوفير فضاءات للتنافس والتباري في شتى صنوف المعرفة. عمدة بلدية جرو أشاد بجهود القيمين على المهرجان وما تتوخاه من إبراز للمكنون العلمي والثقافي لمدينة جرو حاضرة العلم والعلماء. مرحب بكم في هذا المهرجان اللي راشين إن شاء الله من خلاله أن ينفض الغبار عن ياسر من واقع جرو ومن ثقافته اللي الأصيلة اللي معروفة، وإن شاء الله من أدبه ومن جميع مناحيه اللي مهمة جدا. وراشين إن شاء الله أن هذا المهرجان ونتوقع منه ندور بإذن الله تعالى ينفض الغبار عن كثير من كل ملفات. رئيس المهرجان أكد في كلمته سعي المنظمين إلى تكريس هذه التظاهرة الموسمية لخدمة التنمية المحلية، فضلا عن جانبها الثقافي الهادف إلى الحث على التمسك من التراث بعرى وثقة. لقد اكتسبت هذه التظاهرة الثقافية والتراثية مكانتها في ساحة الفعل الثقافي بفضل جهودها المحمودة في صون الموروث الثقافي لهذه المقاطعة للمحافظة على طابعها الثقافي والمعرفي ودعم إنتاجها المحلي وأنشطتها المدرة للدخل. لقد أردنا لهذه التظاهرة ألا تكون مجرد احتفالية موسمية تنتهي آثارها مع فعالياتها دون تحسين مستدين في ظروف حياة في هذه المقاطعة وتجريف في هذه مقاطعة ساكنتها في مجالات الشؤون الإسلامية والاجتماعية والزراعية والصحية والبيطرية وإرشادات حول إيجابيات الهجرة وسلبياتها. وما من شك أن هذا المهرجان سيكون فرصة لإبراز المواهب الفنية والأدبية. خلال الأمسية الافتتاحية تابع الحضور فيلما وثائقيا حول مقدرات المنطقة التنموية في أبعادها السياحية والزراعية والرعوية، كما شملت الفقرات كذلك عروضا مسرحية وأخرى فنية. تفاعل الجماهير مع مختلف فعاليات أولى أماس المهرجان أبان عن غنى وثراء المضمون الذي زاوج بين الفائدة والمتعة. عبدالله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة جرو.